وحسيت انه كمان كان بيبقى مضغوط ضاغط نفسه نفسيا يعني قبل ما تجيله الكوره كان يقعد يفكر 100 مره يلعبها ازاي، يعني الجمهور هيقول عليه ايه، المدرب هيبص له ازاي، فتطلع غلط طول الوقت. النهارده الجون اللي جابه ده لما فك في نفسه الطبيعي. من لما لعب لعبه دلوقتي العادي السهل انا استحاله اشوط لان انا في واحد واقف قدامي يقول ده لا ده هو بس اقول لك ايه هو غيرك التوفيق بتاع ربنا غير التوفيق بتاع ربنا بس هو راجل داخل يحط وش رجله ولا في دماغه لا انا لا انت تخاف على رجلك انا مش هخاف على رجلي انا لازم ارقص واعمل كده واروح لمم الراجل او اطلع بيه لجوه استحاله بس هو طار بيرمي نفسه في النار دلوقتي يعني حتى في كور شفتها بيعدي وبيخش وبيخترق ثقه كابتن بصراحه يعني سكر. طب وليد كولر قال جمله في المؤتمر الصحفي مهمه جدا قال الاهلي طول الوقت بيلعب بوتيره عاليه الوتيره دي لها الريتم يعني مقصود هل ممكن يعني افكر في حاجتين هل ده له تاثير على الاصابات يعني الريتم عالي او وتيره عاليه معناها انه اللياقه عاليه اللي محتاجه لياقه عاليه جدا ومحتاجه طول الوقت اندفاع وضغط طول الوقت فله تاثير اكيد على الجسم تاثير بدني لكن السؤال الثاني هل ممكن لعيبه تبقى قاعده على الخط احنا بنشوفها لعيبه جامده جدا بس ما عندهاش الريتم ده يعني هو كمدرب يعني ممكن نبقى احنا شايفين رضا سليم اللي هو ليه قاعد على الخط لكن هو شايفه ان هو بيأثر على ريتم الماتش بالنسبه له ابو بس افشل لعيب كبير يعني لعيب كبير وكل حاجه بس بتكلم على الريتم هل ممكن يبقى في لعيب قاعد على الدكه احنا كجمهور نشوفهم يعني ازاي ما قعد رضا سليم ازاي ما قعد سين او صاد يعني ايه وتيره عاليه او ريتم عالي هو طبعا ولا ده مقصود يا مدربين بتبقى قصده تعمل ده تبقى الماتش ريتمه عالي جدا هو قصد هو ده ستايل او فلسفه عند كل مدرب يعني احنا مثلا نفتكر كلوب لما كان ماسك ليفربول طول الوقت ضغط عالي واستعاده كره بسرعه وكل الخطوط قريبه من بعضها بتضغط قدام والكره بتتحرك بسرعه طول الوقت ومع ذلك ومع ان ليفربول نادي كبير وعنده احسن اجهزه طبيه كان بيبقى عنده معدل اصابات عاليه ده في الموسم ما كانش عنده ديفنس كان لو كل الفرقه اتصابت كل الفرقه كانت فان دايك كانت اتصابت كل الفرقه اتصابت ودي بتعمل مشاكل اكيد لما ما بتكونش شغال بدني كويس عشان كده انت كمدير فني اكيد انت بترسم خطتك او فلسفتك على حسب امكانيات اللعيبه اللي عندك وعلى حسب فكرك وبتحط اللاعب اللي يخدم على طريقه لعبك وتيره عاليه يعني النادي الاهلي بيضغط عالي طول الوقت ما بيسمحش للفرقه اللي قدامه ان هي تطلع بالكوره بسهوله ان هي تبني بسهوله بيبقى في اكتر من خط للضغط انت بتشوف وسام ابو علي من الحاجات اللي مميز فيها جدا انه بيعرف يضغط كويس وبيوجه الهجمه في طبعا بيوجه الهجمه هو اصلا خطوط الضغط زي ما كابتن عبد الجليل قال انت بيبقى عندك فكر وانت بتضغط انت عايز تودي الكوره لحته معينه في الملعب الحته اللي انت تعرف تقطع منها ان انت عايز توجه الكوره تطلع الفرقه لناحيه اليمين او تجبره انه يلعب اللونج باص فتقطع فتعمل هجمه عكسيه وعشان كده مين اكتر حد بيخطف عينك في ماتشات الاهلي دلوقتي مروان 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 عطيه مروان في نص الملعب لان مروان اكتر لعيب في كل الماتشات بيستعيد الكوره مع الوتيره دي انت محتاج كنادي اهلي لما تفقد الكوره تراجعها بسرعه عشان تعمل هجمتك تاني بسرعه فعشان كده مروان ظاهر وانت اتكلمت في الانترو ان حسام حسن كابتن حسام حسن قاعد معاه واتكلم معاه وفعلا الراجل ما بيهدفش وما بيصنعش اهداف كتير بس هو لو جيت تقول مين احسن لعيبه الموسم ده انا ممكن نحط مروان مثلا ضمن احسن ثلاث لعيبه من ساعه ماتش جورماهيا من بدايه الموسم بس بالنسبه لي احسن لعيب طاهر محمد طاهر برده عشان ياخد حقه حقيقه احسن لاعب في موسم الاهلي لحد دلوقتي في مصر كلها في كل اللعيب اكتر لاعب ثابت سبحان الله اكتر لاعب ثابت المستوى في ليفل ما بينزلش عنه وايجابي وبيخلص وبيصنع في السبع ماتشات او ثمان ماتشات من ساعه جورماهيا لحد النهارده احسن لاعب في مصر بالنسبه له طاهر محمد طاهر لازم ياخد حقه كابتن بلال اتفاجئت زي كده ان كوكا سردباك مش كده حقيقي بس انا لما سالت لقيت الراجل كان بيمرنه سردباك بقاله كذا تمرين تخيل برضه كولر ده مش سهل اجاد الاول يعني بص هقول لك على حاجه يعني انا معلش الوضع في الاعتبار الاهلي ما عندوش سردباكات خد بالك هو كده داري وياسر ورامي اتصابوا ويوسف ايمن لسه بعيد صحيح. هو ما عندوش سردباكات صحيح بس انا يعني في اعتقادي لا يصلح انه يلعب سنتر باك في اعتقادي الشخصي مش كل ميدفيلدر ينفع يلعب سنتر يعني انت ما عجبكش بص هقول لك على حاجه بدع الكوره اللي فيها جدل هنتكلم عنها بعد شويه لا انا مش هتكلم على الجدل اولا انا هنتكلم بعد شويه عنها اولا السرد باك او السنتر باك لازم يكون له مواصفات بدنيه جسمانيه الاول ده رقم واحد تمام بعيدا بقى عن بعيدا عن الكوره وعن الاداء والتحركات خد بالك ده مؤدي في زنقه يعني في توقيت أنا انت اتزنقت مش هو ما مش هيبقى سرد باك انا فاهم طبعا. زي محمد هاني ما عملها زي احمد فتحي ما كان زمان بيعملها زي يعني فاكر انت الفكره طبعا دي طبعا انا سوريا بيعملها فاهم طبعا فاهم اولا لازم يبقى طويل
قوي بدنيا سريع تمام عنده سرعه، لان انت خد بالك معظم الكرات مع السنتر باك بتبقى كرات في كرات كتير بتبقى لونج بولز، فمحتاجه انك انت لعيب سبرنتر تمام يجري بسرعه عنده سرعه، خصوصا الاهلي ضغط على طول كمان فعنده مساحات ورا. طب ما كوكا عنده سرعه، مساله الطول شويه ناقصاه طبعا. لا ده دي مش مساله بسيطه. طب ما محمد امام مش طويل قوي لا ولا مشير حنفي كان طويل محمد حاجه 182 لا رامي وياسر اطول مشير حنفي كان 182 مش فاكر مشير حنفي بالك زمان غير دلوقتي احمد ايوب لا لا استنى بس لا زمان غير دلوقتي زمان انت كنت بتلعب واحد على واحد ووراك واحد درج بيغطي انا اسف يعني كنت بسمينا درج يعني فاهم يعني من عجائب الدنيا السبعه انك تلعب بثلاثه ورا يعني قصدي اثنين سنتر باك وليبرو دي من عجائب الدنيا السبعه لان ده ملوش قيمه يعني قصدي ملوش قيمه عيب ملوش قيمه فبالتالي هم كل العالم استغنى عنه عن فكره الليبرو يعني فالنهارده السنتر باك ده لازم يبقى عنده مواصفات طول لان معظم الكرات عاليه ملوش قيمه ازاي ده كان نجوم العالم كان لما كانت الكوره يعني واحده واحده اول عندنا في مصر اول كابتن ابراهيم يوسف كان مصطفى يونس وائل اباني عماد النحاس في العصر محمد انا راجل قاعد باشا مستني كل الكرات الطويله تقع وانا اجري كده وانا في المستريح يعني ممكن ابقى عندي 70 سنه والعب ليبرو ما فيهاش بسيطه يعني ما عدلوها بقى الليبرو المقلوب زي يعني احنا لما كنا لا بقت تتلعب 3-4-3 لا يعني احنا لما كنا بنقول يا سلام على علاء الاباني او على عماد النحاس انا ما عنديش قناعه بالقصه دي تمام كان بياخد ولو اشتغلت كان عمر في حياتي ما استخدم لعيب ايه يعني ايه لعيب ليبرو بيعمل ايه بص يا كابتن اتنين يعني حتى كانوا سيطوا وراه سعيد الجدايه في الزمالك سيط ابراهيم يوسف وماهر همام في الاهلي سيط مصطفى يونس احسبها بقى صيت زي كده بيغلطوا يعني طبعا ما فيش كره بتعدي مصطفى الا سلبي ولا بتستلمها يا كابتن سعيد الجدايه هكذا كانش تسقط للغزال غير يوقفها بس كان لعيب كوره برضه ابراهيم يوسف الله يرحمه الله يرحمهم الاثنين فما ما كانش بيوصل حاجه لمصطفى يونس او الكابتن حسن حمد هيتصيت ليه ما كانش بيوصلوا حاجه ما كده كانت بتوصله عشان يتصيت ما فيش ماهر همام كان وفي حد بيتصيت من غير ما الكوره تجيله لا يعني بيعمل ايه سقطة. يعني النهارده مثلا ابقى انا بلعب مان تو مان على واحد الكره تعدي بروح بكل بساطه وسهوله كده ابقى سابقه بخطوتين ثلاثه طيب انت عايز تقول انه ان في مواصفات معينه للاستهداف خصوصا ان مش في حاجه اسمها ليبرو بالظبط مواصفات محدده ما ينفعش طب انا اقول لك الميزه بتاعته ايه كوكا طبعا الباصير بتاعه الباص بتاعه بيعمل اللونج كويس قوي بيباصي صح من تحت بيطلع من كره لتحت فممكن يبني هجمه بالظبط تمام ودي حته اخير بيفتقدها الاهلي في اوقات كتير هو اكيد الراجل حاطه عشان بيفتقدها الاهلي لكن انا المهام الاساسيه بتاعتي اصلا طب ممكن اسالك مش طب اكسترا مهارات يعني زي ما بنقول وصلت ممكن اسالك طب مين كان ممكن يلعب سير دي باك في القائمه اللي قدامك لما يتصاب سلية. عندك رامي سلية. وعندك اشرف داني مش موجود وياسر ابراهيم مش موجود وما عندكش غير يوسف ايمن وانت مش قادر تديله هتدي لمين عندك ورا بص مصطفى شوبير لكن مش هتخليه سيرد باك عندك كهربا مش هتخليه سيرد باك عندك بيرسي تاو رضا سليم قفشه كله دول مستحيل واكرم وانت نزلت بيه باك رايت وعندك الساعي والسولاي ممكن اكرم يلعب مساك وممكن السولاي يعني يلعب مساك اكرم برضو اجريسيف طيب الفرق سريع وما هو هو اطول سريع لا 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 مش اطول متى هو بص هدفك مش اطول نفس الطول لا لا يا راجل اكرم اطول طبعا لا 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 اكرم اطول طبعا اكرم اطول مش قوي يعني بس اكرم اطول بتاني اطول بتاني سنتي بتاني بنطلون بتاني بنطلون بتاني بنطلون بس كان زمان الترزي لما يفصل لنا وانا صغير لك في تاني بنطلون عشان لو طولت فاكر جوه فاكرها دي طبعا بس على ايامنا كانت لبره عارف انت كانت بتبقى لا لبره دي هتتفرد بتتفردش بقى دي برده كانت موضه كانت شياكه كانت موضه كان اسمها ايه بيجا باين ولا قوي قوي يحط يحيى عطيه الله سنتر باك ويحط كوكا مكانه ناحيه الشمال يعني ليها ممكن يكون جرب عطيه الله بس كوكا بس كوكا كان كويس ما كانش كوكا كان سيرد باك هو في حاجه وصلت له احنا بقى كابتن في جد راحت انا اعرف ايوه راحت كوكا كويس اللي هي اللي طلبوا فيها اللي فيها بيلن بس انما رايك فيها ايه دي بيلن طبعا قرار الحكم غلط طبعا اوكي على الاقل كان راح للفار ويتناقش معاهم زي ما هم بقى يخافوا يتناقشوا ولا ايه هم ما بيقولوش كلام قبيح يعني احسن يتسرب ما يا جماعه ما يتكلموش كلام قبيح الناس راح تتكلم المسرباتي مش حدش هيروح المسرباتي واقف ما حدش هيروح للفار يا ما عشان تروح يا ما يبقى فيها تخوض في الكلام لا 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 هيشاور في الكلام ممكن ينسى ان الكلام ده بيتسجل وبيتذاع على هو بعد كده فيلا بقول لك يا بلال ما بقول لك ايه يشاور